بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. إلى كتاب يلي غيكومبخوندر. طبعا بعدما رأينا أن غان دو ترافاي، إذن سنستأنف مرة أخرى مع بيبيبا. طبعا هذه القصة كنا قد تطرقنا لها فيما سبق، لكننا لم نكملها وبقيت إلى آخر الكتاب كما عندنا هنا. إذن كما نلاحظون عندنا بيبيبا سويت، إذن تابع بيبيبا avait tout de suite compris que son ami était blessé عندما التقى هذا الدب الصغير بصاحبه الذي كان يراه فيما سبق. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن شارلي غابيت حارس الغابة كان قد ألف رؤية هذا الدب الصغير منذ صغره في بداية الأمر. دون سو تيكست، في هذا النص، بيبيبا إت نو أونجلي كي سينيفي بيبي أورس. بيبي أورس، إذا نتكلم عن رضيع دب، أو نتكلم عن دب رضيع. كنا تكلمنا عن بيبيبا بأنه إتي أن أورس نوار، كان دبا أسودا، أن بوتي أورس تخي فوتي. إذا نتكلم عن دب صغير تخي فوتي، فوتي يعني ملاه وبيا تخي ماليسيو كما ذكرنا، يعني أنه يقوم ببعض الحيل، أنه يتصف بالقيام ببعض الحيل. حارس الغابة كان قد تعود على هذا الدب الصغير أنه يتزحلق ثم ينقلب على آخره، إذن أنه يقوم ببعض الحركات على كل حال، حتى أصبح كل منهما يعرف الآخر. طبعا وعندما انتقل شارلي غابيت إلى مكان آخر وجد أمامه هذا الدب، وكما رأينا في آخر قصة بأن حارس الغابة قد سقط وأصيب في جسمه بحيث أنه لم يعد يستطيع التنقل إلى هاد لاكابان، إلى هاد المنزل الصغير. وعندما سقط كان قد أغمي عليه، وكان من الممكن أنه يفقد حياته لولا ما مجيء بيبيبا. إذن بيبيبا avait tout de suite compris que son ami était blessé. إذن بيبيبا هذا الدب الصغير الأسود الذي كان يقوم ببعض الحيل التي ذكرنا، avait tout de suite أنه بسرعة compris أنه فهم. طبعا هنا عندنا الفيرب comprendre، avait compris أنه فهم، avait tout de suite compris أنه فهم بسرعة. طبعا هنا عندنا لو بلوس كو بارفي كما تلاحظوا، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كومبخوندر، ثم عندنا افي، عندنا افواغ مصرف لامبارفي. بيبيبا افي تو دو سويت كومبخي كو سون امي اتي بليسي، اذا بيبيبا انه فهم بسرعة بان صديقه مجروح، كيل اتي ميم اون غون دونجي، وبانه اكثر من هذا بانه في خطر كبير. كيل اتي ميم، كيل اتي ميم بأنه أكثر من هذا كما نقول، أون غون دونجي بأنه في خطر كبير، لو دونجي الخطر. سي بوركوا هذا لماذا؟ إيل لو يافي سوفلي أو فيزاج لاشي لي جو لي ما، لهذا هو كان ينفخ، إن صح التعبير، إيل لو سوفلي كان ينفخ أو فيزاج على الوجه. بيبيبا كان يلقي بنفسه على وجه هذا الحارس. إذن il lui avait soufflé au visage، إذن هو كان ينفخ له إن صح التعبير au visage على الوجه، ينفخ بريح ساخن حتى يدفئه. لا شيء لما كان يلحس لي جو الخدين، لما ثم اليدين، كان يحاول أن يدفئ ما ظهر من جسم الحارس. إي شارلي سيت ريفيي، إي شارلي سيت ريفيي، وهكذا شارلي غابيت أنه استيقظ بعدما كان مغمى عليه. إيمانتونو تويمي، والآن هو جد متأثر، وهو الآن جد متأثر. إيل غوغاردي لابون غروس تيت، إذن هو كان ينظر لابون غروس تيت، لابون غروس تيت كان ينظر الرأس الجيدة الكبيرة. طبعا هو عندما استيقظ من غيبوبته
إذا بدأ يتراءى له الشيء القريب كأنه بعيد وبدأ يبدو كبيرا. أسيت غيري et maintenant توتيمي il regardait la bonne grosse tête qui se dessinait sur le ciel. هذا الرأس الذي هو في الحقيقة قريب منه هو الآن يراه كأنه بعيد. إذن هذا الرأس القريب منه يراه كأنه شيئا كبيرا يرسم في السماء. Et maintenant توتيمي il regardait la bonne grosse tête qui se dessinait sur le ciel. والآن هو يرى هذا الرأس الجيد الكبير الذي يرسم. هنا عندنا لو فيرب سو ديسيني يعني رسم كما نقول. أما لو فيرب ديسيني يعني أنك ترسم. سور لو سيل فوق السماء على السماء. توتوند يعني أنه مستدير بشكل جيد. مستدير كما نقول بشكل جيد. افيك سي زوغاي غوند افيك سي زوغاي غوند هذا الرأس بأذنين مستديرتين أيضا. توت غوند يعني هو دائري ثم لي زوغي غوند ثم الأذنان مستديرتين. الاسبواغ الاسبواغ والأمل. بو أبو شيئا فشيئا بغيي بدأ يبرق بدأ يلمع. طبعا لو فيغ بغيي يعني فعل لمع. وأحيانا نتكلم عن شخص نقول عنه أن نون بغيو وبيا ان انفون بريون. اذا نتكلم عن طفل ذكي المائي ان صح التعبير. الاسبواغ والامل بغيي كان يلمع ثم الاسبواغ بو ابو والامل شيئا فشيئا بغيي بغيي كان يلمع دون سون كور في قلبه. عندما راى هذا الدب الصغير يقترب منه اذا هنا بدا الامل يلمع في قلبي. بيبي با افي تو دو سويت كومبري كو سون امي اتي بليسي كيل اتي ميم ان غران دانجي سي بوركوا il lui avait soufflé au visage léché les joues les mains et Charlie s'était réveillé et maintenant tout ému il regardait la bonne grosse tête qui se dessine sur le ciel toute ronde avec ses oreilles rondes et l'espoir peu à peu brillait dans son cœur. Pendant le reste de la nuit ils demeurèrent ainsi l'un près de l'autre. Charlie s'était poussé contre le corps de Bibiba. Cette grosse chaleur vivante le pénétrait doucement, profondément. L'aube était proche. Pendant le reste de la nuit, ils demeurèrent ainsi. في المدة اللي بقات في الليل. Pendant le reste de la nuit, أثناء بقية الليل. Ils demeurèrent. أنهما بقية. كما نقول أنهما أقاما. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب دوموري كما نقول ساكنة أو أقام في مكان معين. إيل دوموريغ المقصود هنا بأنهما باقية أنسي هكذا لا بخي دو لوطر الواحد قرب الآخر. هما باقية هكذا أحدهما قرب الآخر. شارلي ستي بوسي كونتخ لو كور دو بيبي با. إذا طبعا شارلي ستي بوسي كما لو فويو إيسي. إذا شارلي أنه بوسي دفع إن صح التعبير كونتخ لو كور دو بيبيبا كما نقول ضد جسم بيبيبا. المقصود هنا أنه دفع ليلتصق بجسم بيبيبا. شارلي سيتي بوسي كونتخ لو كور دو بيبيبا. إذا شارلي أنه دفع شارلي أنه دفع كونتخ كما نقول ضد لو كور دو بيبيبا. إذا هو دفع ضد جسم بيبيبا. المقصود بأنه اقترب منه كثيرا أنه التصق به إن صح التعبير. سيت غروس شالور فيفونت لو بينيتخي دوسمون. إذا طبعا عندما التصق به هذه الحرارة الكبيرة سيت غروس شالور هذه الحرارة الكبيرة فيفونت الحية إن صح التعبير التي ستعطي حياة. لو بينيتخي دوسمون أن كانت تدخله شيئا فشيئا كانت تنتقل إليه شيئا فشيئا بروفوندمون بشكل عميق وبشكل عميق. إذن هو كان في هذا المكان شبه متجمد بالإضافة إلى ما أصابه من كسر فقد على إثره الوعي. إذن طبعا عندما التصق به بيبيبا
بدأ يلحس وجهه ويديه إلى غير ذلك، ثم ينفخ عليه على وجهه. إذا طبعا الحرارة بدأت تنتقل إليه وكأنه يسعفه وكأنه يقدم له إسعافات. لوب اتبخوش، طبعا لوب مقصود به الفجر، بوزوغ أول ضوء بعد الليل. طبعا إذا لوب لو مومون أو لا نوي سو تيغمين، إذا تنتكلموا على اللحظة حيث الليل ينتهي، إي أو لو جور كومونس، وحيث النهار يبدأ، وحيث النهار يبدأ. لوسيال بلونشي، السماء بلونشي، أنها تبيض، أنها تبيض، تأخذ في البياض بعد سواد. لوغا ويانسويت سي لو مومون أو لو سولي سوليف، إذا نتكلم عن لحظة صعود الشمس. شاري سيتي بوسي كونتخ لو كور دو بيبيبا، سيت غوز شالور فيفونت لو بينيتخ دوسمون بروفونديمون لوب إتي بخوش، لوب إتي بخوش، الفجر كان قريبا. بوندون لو ريست دو لا نوي إيل دوموغيغ أنسي لابخي دو لوطخ. شاري سيتي بوسي كونتخ لو كور دو بيبيبا، سيت غوز شالور فيفونت لو بينيتخ دوسمون بروفونديمون لوب إتي بخوش. لو سوليه سيلوفي، الشمس صعدت. طبعا ما عندنا لو فيرب سيلوفي، كما نقول أن نهضت أو استيقظت إن صح التعبير كما رأينا فيما سبق فيما يخص لو فيرب سيلوفي. إذا لو سوليه سيلوفي، إذا نتكلم عن الشمس أنها صعدت. شارلي غابيت دو سومبر دوات، إذا شارلي غابيت بذراعه الأيمن أونتوغا لو كو دو بيبيبا إي دو تو بخي دون لو كخو دو سون أوغاي روند Il se met à lui parler. Et maintenant, vieux camarade, regarde bien la cabane que voici. C'est jusque-là qu'il faut aller. Ce ne sera pas commode. Mais tu es là et tu m'aideras. Tous les jours, serrons les dents sur sa souffrance. Charlie Rabbit, aidé par Baybiba, se traîna vers la cabane. Il avait gardé son bras autour du cou de son ami et le bras de petit ours. Très doucement, le râle à travers la clairière. Et d'un bas d'Atolo et Shams, Charlie Rabbit, de son bras droit. Et d'un Charlie Rabbit, Bidira et l'Aïman, entoura le cou. Entoura le cou de Bibiba, à Hatabi Ronoki, Bibiba. Wada Adira, Haoula, Ronoki, Bibiba. Et de tout près. Wabil Korbizid, d'un Kamunakoul, dans le creux, دو سون غاي غوند، دون لو كخو، يعني كما نقول داخل، في مدخل، دو سون غاي غوند، لأذني المستديرة، وفي داخل أذني المستديرة، نتكلم هنا عن أذن الدب، إذا في داخل أذني الدب، إل سومي ألوي بارلي، إذا هو بدأ يتكلم له، شارلي غابيت وضع فمه في داخل أذن الدب. المستديرة إذا توبخي وبالقرب جدا دون لو كخو المدخل أو التجويف، نتكلم عن التجويف المدخل دون لو كخو دو سون غاي غوند، إذا في مدخل أذنه المستديرة. إيل سومي لوي بارلي، أنه بدأ يتكلم له، يقول له ماذا؟ إي مانتونو، والآن فيو كاماراد، يا صديقي القديم، كما يقول له صديق مسن، ولكن المقصود به هنا رفيق قديم. غوغارد بيا لاكابان كو فوسي، انظر جيدا لاكابان، المنزل الصغير كو فوسي، الذي هو هذا، الذي هو هذا، كو فوسي، الذي هو هذا. سي جوسكو لا كيلفو علي، انه الى هنا، كيلفو علي، بان يجب الذهاب. راه هنا فين خاصنا نمشيو، راه هنا الى هاد الحدود فين خاصنا نمشيو. سي جوسكو لا كيل فو علي، سو نو سوغا با كومود. طبعا كومود المقصود بها كما نقول ملائم او مؤاتي او مواتي او سهل. طبعا نتكلم عن كومود، يعني نتكلم عن شيء مواتي، انه مناسب ان صح التعبير، او انه سهل. مادام انه مناسب اذا فهو سهل. سو نو سوغا با كومود، هو لن يكون مواتي، لن يكون سهل هذا الامر أن ننتقل من هنا إلى هذا المنزل الصغير، لن يكون مواتي. إذا طبعا هذا الانتقال لن يكون سهلا ولن يكون مواتيا،
لكننا علينا أن ننتقل. على كل حال، إذا سو نو سوغا با كومود، مي تو لا إي تو ميدغا. إذا يقول له: ولكن رغم أنه غير مواتي وغير مناسب، مي تو لا، ولكن أنت هنا، إي تو ميدغا، وأنت ستساعدني. طبعا هنا عندنا لو فير إيدي مصرف في لو فيتور سامبل. طبعا في لو كونديسيونال بريزون نقول تو ميدغا، ولكن بدون إس. هنا في لو فيتور سامبل نضيف إس. لا تيرمينيزون الخاصة بلو فيتور سامبل هي هكذا. إذا مع تو نضيف هاد أس. إذا إي تو ميدغا، وأنت ستساعدني. توجور سيغون لي دون سوغ سا سوفرونس. كل اليوم سيغون، سيغون يعني قابضا، سيغي سيغي سيغي، أنك تحزم شيئا أصح التعبير. سيغون لي دون، إذا هو كان يقبض أسنانه سيغ سا سوفرونس، على معاناة شارلي غابيت من شدة المعاناة التي يعانيها، كان يقبض، كان يضغط على أسنانه، كان يضغط على أسنانه. توجور كل اليوم سيغون لي دون، سيغون لي دون سيغ سا سوفرونس، قابضا أسنانه على معاناته شارلي غابيت. إذا شارلي غابيت إيدي باغ بيبيبا، مساعدا من طرف بيبيبا، سو ترينا فيغ لا كابان. إذا كان يجر إلى هذا المنزل الصغير. إذا كل اليوم وهو يقبض على أسنانه من شدة الألم والمعاناة، بهذه الحالة بيبيبا كان يجره. شارلي غابيت ايدي باغ بيبيبا سو ترينا فيغ لا كابان. انه طبعا لو فيغ سو تخيني يعني فعل جرة. احيانا نتكلم عن لو فيغ تخيني يعني انك تجر شيئا. الى في غاردي سومبار اوتور دي كو دو سون امي. اذا هو حافظ. الى في غاردي، طبعا لو فيغ غاردي كما نقول انك تحرس او تحافظ على شيء. الى في غاردي، اذا هو كان يحافظ على ماذا؟ سومبار، كان يحافظ على ذراعه اوتور دي كو دو سون امي، حول رقبة أو حول عنق صديقه. نتكلم عن بيبيبا. كما نلاحظ هنا بوندون لو غيست دو لا نوي، إذن هكذا كان بيبيبا مع شارلي غابيت أثناء الليل، ثم في النهار طول جور يعني كل اليوم كان بيبيبا يجرو. إلو براف بوتي أورس، إلو براف بوتي أورس، ثم الدب الصغير الشجاع. لو براف، لو براف يعني شجاع. تخي دوسمون كما نقول بهدوء شديد، بهدوء شديد او ببطء شديد. تخي دوسمون لو هالي اترافيغ لا كليغيغ. طبعا هنا عندنا لو فيغ هالي، عندنا لو فيغ هالي. طبعا لو فيغ هالي انك تجر شيئا ثقيلا. اذا كما عندنا هنا هالي تيغي لونتمون، أنك تجر ببطء كلكو شوز دو تخي لور، شيئا ما تقيل، تقيل جدا. تيغي لونتمون كلكو شوز دو تخي لور، أنك تجر شيئا جد تقيل. أما كلمة كليغيغ كما عندنا هنا، أو ميليو دو لا فوغي، في وسط الغابة، أن أوندغوا كليغ، نتكلم عن مكان كليغ، أنه واضح، أنه واضح. أو إن يابا دابغ، حيث ليس هناك أشجار. إذا ممكن نجد في وسط الغابة مكان ليس به أشجار. إذا نتكلم عن مكان واضح تبدو فيه الأرض، لا تغطيها أشجار. إذا هذا المكان يسمى لاكليغيغ، تماما كما في الصورة. طبعا كما نلاحظ هنا، هذا المكان هو مكان غابة، لكن هذا المكان بالضبط لا توجد به أشجار. إلو بغاف بوتي أورس تخي دوسمون، ثم أن الدب الصغير الشجاع تخي دوسمون، ببطء شديد. لو هالي أنه كان يجره. طبعا استعملنا هنا لو فيرب هالي لأن شارلي غابيت كان ثقيلا بالنسبة للدب الصغير. إذن هو كان يجره ببطء أترافيغ لاكليغيغ، أترافيغ لاكليغيغ يعني وسط هذا المكان الذي لا توجد به أشجار، الذي قلنا بأنه يسمى لا كليغيغ. كلمة تضم كلمة أخرى اللي هي كليغ يعني واضح.
شيء واضح به ضوء لا توجد به أشجار. حتى لا نطيل نسمع هذه القصة في الفقرة القادمة، طبعا هي آخر قصة في هذا الكتاب كما نلاحظ. إلى ذلك الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.